من جريدة الأهرام: منصور لا بيع لقطاع الأعمال العام بثمن بخس ودون رؤية واضحة. أكد الرئيس عدلي منصور أن مصر بعد ثورتي 25 من يناير و30 من يونيو المجيدتين لديها آمال وطموحات وتطلعات كبيرة، كما أنها تحتاج إلى دور الدولة بكافة مؤسساتها على أن تتجنب الدولة أخطاء الماضي لوقف أي خسائر قد يتكبدها قطاع الأعمال العام، مؤكدا أنه لا بيع لأصول هذا القطاع بثمن بخس ودون رؤية واضحة.